السلام عليكم مشاهدي، مرحبا بكم. نتمنى ان شاء الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. واليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا وصفه سهله وبسيطه واقتصاديه وصحيه اكثر. تابعوا معايا لاخر الفيديو، نتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم ويعجبكم هذا الفيديو هذا. وكيف كتشوفوا بسم الله على بركه الله، عندي بيضه واحده كيف كتشوف اختي، غادي نديرها كامله وغادي ندير 5 د الملاعق ديال السكر كبار، سكر حبيبات كيف كتشوف اختي، 5. وغادي نحركو مزيان. كما وعدتكم اللي درت لا فيديو ديال الكفته، قلت لكم شنو نديرو بزيت الكفته، تابعوا معايا هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفو زيت الكفته اللي بقى لينا ما ضيعناهش. وكيف كتشوف اختي، هذا هو زيت الكفته اللي بقى، تبارك الله ما شاء الله، هذاك التوابل عطاتو واحد البنه واللون ما شاء الله. كيف كتشوف اختي هو ما نضيعوش. وغادي نحرك ولا نخلط، تابع معايا لاخر فيديو اختي. وغادي تشوف معايا غادي نحك تفاحه صغيرة، اي كيف ما كانت عندك تفاحة حمراء ولا صفراء ولا اللي بغيتي اختي. وغادي نحكها على هذا الشكل هذا، نزيد على هذا الشكل تكون رقيقة بزاف، لحقاش ندير بها ما تجيش مفرطة ولا كتفرط الحلوة. وكنحرك على هذا الشكل اختي، وغندير الزبيب حسب الكمية اللي عندك اختي، يمكن لك تضيف اكثر فهو ما شاء الله كتجي. ودابا كندير عندي 4 الكؤوس ديال الدقيق، غادي ندير 3 دابا كيف ما طلعت معايا اختي، وغادي نزيد الرابع شيئا فشيئا، حقاش عندي الملح حسب الذوق. وعندي كيف كتشوف اختي خميره الحلويات ولا بيكنج باودر ولا خميره بودر، وعندي فاني خميرة الحلويات من فئة 8 غرام، فاني كتبقى اختيارية اختي، والملح حسب الذوق. كيف كتشوف اختي هذا الكأس الرابع، حقاش سبقنا السوائل، قاعدين نضيفو الدقيق. بعض المرات الدقيق كيكون كيشرب، بعض المرات كل واحد كل مرة كيفاش كيصدق. هاد المرة من الأحسن نديرو شيئا فشيئا ولا شوية بشوية اختي، باش نشوفوا القوام اللي بغينا. وهكا اختي كنتحكم بيدي من الاحسن، نجم بيدي باش نتحكم فيها. وكندوز باش ندير لاطا ولا المول اللي غدير فيه اختي، من الاحسن يكون دهن بالزيت، زيت المائده ولا كيف كنقولوا زيت نباتيه. وغادي ندير الكويرات بالشكل اللي بغيتي اختي، يمكن لك دير الشكل اللي بغيتي ولا الحجم اللي بغيتي اختي. على هذا الشكل هذا انا غنشارك معكم هذه الطريقه هذه. وغادي ندير ليه السكر الوجه ديالو على هذا الشكل اختي، غندير له الوجه السكر ونقلبها باش يجي السكر من فوق ماشي من تحت. وعلى هذا الشكل هذا حبيبتي كندير ليها هاد القطعه اللي هي عجيبه في الدار، كتستحق الصراحه تكون في الدار، فهي كتصلح بزاف ديال الحوايج. منها انا كنشكل بها هذا الشكل هذا، ما شريتش هذاك الطابع، كتكون عندي هذيك ندير بها نقطع بها بطاطا وندير بها بزاف ديال. وعلى هذا الشكل هذا كنتابع اختي الكميه اللي عندي ولا الكميه اللي غادي نديرها. وعلى هذا الشكل هذا كندير ضروري السكر، ومن الاحسن تخليها شكل دائري باش ما تكونش عوجه. انا غير كندير مزروبه وهكا كان كيف كتشوف اختي، نبعدوها على بعضها ما تجيش متلاصقه، فهي ما كتكبرش بزاف الا درتيها بهاد المقادير هادو اللي عطيتك اختي، ما كتكبرش بزاف وكتجي هشيشه بزاف بزاف وما كيبانش فيها. هذاك المقادير اللي عطيناها كتجي واحد البنه فيها روعه ما شاء الله، اللي ما عرفكش باش صوبتيها المكونات راه ما يعرفش بانك درتيها بزيت الكبته. وكيف كتشوف حتى اللون اختي جات صفراء ما جاتش، عطيه واحد اللون زوين.
وداك التفاح وداك الزبيب تبارك الله ما شاء الله. ودابا غنديرها في الفران ونرجع معاكم ان شاء الله. وكيف كتشوف اختي فهي ما شاء الله دخلت الفران متوسط الحراره، كما كنقول لكم دائما الواحد يتحكم في اللون بيدو ما يخليش الوقت، بعض المرات كتكون العافيه مجهده ولا من الاحسن تطلع عليها. وكنديروا اللون اللي بغينا اختي تبارك الله كيف ما كتشوف، انا هذا هو اللون اللي مطلوب عندي. وهبطت من بعد ما طابت لي من الجهه التحتانيه، هبطت باش طابت لي الوجه ديالها في الطبقه التحتانيه ديال الفران. وعلى هذا الشكل هذا كيبقى تقديم حسب ذوقك اختي. صلي على الحبيب عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. وكيبقى التقديم كما قلت لك اختي حسب الاختيار ديالك. نتمنى نكون عند حسن ظنكم، وهذه الوصفه اليوم ضروري قلت نشاركها مع المشاهدين ديالي ما شاء الله. كيف ما انتم كتشاركوا معايا الاراء ديالكم عبر التعليقات، وكنقول لكم دائما اي استفسار اي اسئله جات على بالكم اختي خلي لي في التعليقات ونجاوبكم ان شاء الله. كيف ما كيبقى اختي المقادير بعض المرات كاين اللي كيقول لك ما كتصدقلوش ولا هذه ما جاتش بحال ديالك ولا اي استفسار خلي لي في التعليقات ان شاء الله نجاوبكم. والناس اللي كيشاهدوني اول مره خليو اشتراك في القناه وفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. مازال معكم ان شاء الله في الشهيوات الاقتصاديه والسهله والبسيطه والمكونات اللي متواجده عندك في الدار، وهكا ما تضيع حتى شي حاجه كيف ما لاحظتوا معايا. فانا ما شاء الله شاركت معكم هالطريقه هذه اللي جا ما شاء الله شتي الكاطو جا بحال بحال، يعني ما شاء الله حجم واحد واللون تبارك الله ما شاء الله. وبغيتي ديري شي حاجه على الوجه تكملي بها شي اضافه اخرى اختي ما كاين حتى شي مشكل. وهاد الحلوه كيف ما كتشوف اختي فهي مخلطه بها الملح والحلو، ويمكن لك تعطيها لضيافك ولا لدارك ما شاء الله تبارك الله فهي زوينه بزاف. ومازال ان شاء الله نشارك معكم بزاف ديال الوصفات اللي هي على بالي وضروري ان شاء الله. وكاين بعض الوصفات اللي كتكون تحت طلبات ولا تحت طلب الاخوات، وان شاء الله اي يعني تعليق خليتوه لي راه ضروري عادي نلبي الطلب ديالكم ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي اختي، وشكرا على المشاهده. الى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. كيف ما كتشوف اختي فهي هشيشه هشيشه بزاف بزاف، والصحه والراحه نتمنى تجربوها.